مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ام بدي قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناه مش تنسوكم اخبار تونس لحظه بلحظه. صرح اليوم القيادي البارز بحركه الشعب زياد المكي ويوجه اتهامات خطيره جدا لوزير الداخليه توفيق شرف الدين على المباشر على قناه التاسعه ببرنامج الاختيار بان وزير الداخليه له علاقات كبيره مع الصفحات الماجوره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتشويه ناس والمعارضين، ويتهمه ايضا بعزل رئيس الجمهوريه عن أصدقائه وخلق فراغ من حوله. كما قاعدين تسمع ذي كانت رسالة زياد المكي، زاد قال نطلب من القضاء أنه يعجل وينظر في القضية هذه. والحديث ذي قال زياد المكي مش كان نحكيته وموجودة ديجا القضية هذه، لكن نطلب من القضاء معناه التسريع. كما زاد أكد قال أن وزارة الداخلية حساسة جدا وحاجة كيما هذه لازم القضاء في أقرب وقت معناه ياخذ الإجراءات اللازمة. حسيلو ما نطولش عليكم، كما قاعدين تسمعوا اليوم زياد المكي القيادي البارز بحركة الشعب، هذه كانت رسالته معناها للقضاء وللشعب التونسي بتبيع يعني من خلال ياني معناه نوصلكم الرسالة هذه أنه وزير الداخلية توفيق شرف الدين كما قلنا اليوم زاد صارت له إشكالية معناه انفجار في المنزل نتاعه وزوجته متضرة بعد تسرب غاز في المنزل، وصار انفجار كبير ياسر. هو لاباس لكن مرته معناها اتصابت، لكن الحمد لله الحمد والشكر انه حالتها مستقره، لكن ما نعرفوش شنو معناها الاضرار اللي في بدنها صار، لكن معناها مضره، لكن الحمد لله معناها مستقره الحاله نتاعها، الحمد لله شرب يوقفها بسلام وترجع لعائلتها. لكن اليوم المساله كبيره ياسر كي نسمع انه وزير داخليه تتعلق به معناها الصفحات وقاعد يخدم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كما نقولوا، باقي يعزل في رئيس الجمهوريه على العباد اللي من حوله بطريقته هو الخاصه، ما نعرفش كيفاش بالباجيت يروج الاخبار، ما نعرفش حاسيلو انتم هاكم سمعتوا الاخبار باش ياخذوا فكره اليوم شنو قاعد يصير في تونس بالضبط. ما تنسوش تعطوني رايكم على الحديث اللي قلته انا والخبر اللي قاعد يدور اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. الكلمه الاخيره عندكم انتم لو كانت تحبوا تعلقوا على الخبر هذا، وهاكم نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.